تعالوا نروح لاستاد القاهرة وزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراة، نتعرف منه على آخر الأجواء هناك. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي في كل مكان. على بركه الله اولى الخطوات في دوري ابطال افريقيا النسخه الجديده، وان شاء الله تبقى الخطوه الاولى نحو اللقب ال 12 في تاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله تكون خطوه موفقه. كان اجواء اكثر من رائعه هنا داخل استاد القاهره، كان منذ الصباح الباكر واحنا موجودين هنا الاستادات بتتم على قدم وساق لاحتضان هذه المباراه. كان ارضيه الملعب اكثر من رائعه، تم تجهيزها واعدادها لهذه المباراه خصيصا، وان شاء الله تظهر بالمظهر اللائق وتساعد اللاعبين على اداء مباراه جيده. كان درجه الحراره كمان اكثر من رائعه، وانا مع حضرتك حالا دلوقتي كابتن ايمن بنتكلم تقريبا درجه الحراره 29 او 28 درجه مئويه بالكثير. اعتقد ده جو مناسب جدا ان احنا نشوف مباراه كره قدم باذن الله تكون ممتعه، خاصه مع انخفاض نسبه الرطوبه بشكل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي كالعاده كابتن ايمن هم اللاعب رقم واحد، وهم على طول نجم الشباك. يمكن جمهور النادي الاهلي منذ الثالثه عصرا موجود امام بوابات استاد القاهره، كان تم تخصيص بوابه الدرجه الثالثه المطله على شارع صلاح سالم لدخول جمهور الدرجه الثالثه، فيما يدخل جمهور الدرجة الأولى والمقصورة الرئيسية من البوابة المقابلة لمسجد آل رشدان. يمكن كل الأمور بتتم بسهولة ويسر. يمكن بنوجه شكرنا للأجهزة المعنية بوزارة الداخلية على مجهودها النهاردة مع جماهير النادي الأهلي وسهولة الإجراءات، كذلك شركة تذكرتي الوطنية والأمن الخاص بالنادي الأهلي اللي بيسهلوا بشكل كبير جدا مهمة جمهور النادي الأهلي منذ وصول البوابات حتى وصوله للمقاعد المخصصة ليه داخل جنبات استاد القاهرة. يمكن وأنا مع حضرتك حالا دلوقتي تقريبا الجمهور عدى نصف الساعة المحددة لهذه المباراة المقدرة ب 30,000 مشجع. يمكن عدد كبير جدا من الجماهير ما زال يتوافد على البوابات المختلفة للدخول، وزي ما بقول لحضرتك وبأكد لك عشان الجمهور اللي لسه ما وصلش أرضية الملعب الإجراءات أكثر من رائعة، كل الأمور بتتم بسهولة ويسر. أي حد لسه متأخر أو ما جاش أرضية الملعب المباراة بنقول له لا تعالى بسرعة، الأمور كلها رائعة وإن شاء الله كمان تستمتعوا بأداء أكثر من رائع وتبقى مباراة كبيرة ونتيجة مهمة جدا تسال على إن شاء الله مباراة العودة يوم الجمعة بإذن الله رب العالمين، وبإذن الله تكون أولى الخطوات نحو لقب غالي جدا على كل جماهير النادي الأهلي والنجمة ال 12 بإذن الله كابتن أيمن رب العالمين. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، وإن شاء الله نتمنى زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الساعة النهاردة إن شاء الله الكاملة لجماهير النادي الأهلي 30,000، إن شاء الله نتمنى تواجد ال 30,000. ماتش صعب